الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس وبيان درجات الحرارة. وقفة جديدة وأخيرة مع رجاء رمزي. تفضل رجاء. شكرا إيمان، شكرا أدا. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها به محافظة القاهرة العظمى فيها 22، الصورة فيها 11، الجو معتدل، الإسكندرية 21-12، مطروح 19-11، بورسعيد 22-11، الإسماعيلية 23-10، أما محافظة السويس العظمى فيها 22، الصغرى فيها 9، العريش 22-9، طابة 22-13، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 28-14، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 26، الصغرى فيها 10، جو معتدل، أسوان 27-11، الوادي الجديد 24-7، شلاتين 27-19، أما محافظة حلايب العظمى فيها 26 والصغرى 19. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.